بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، ومرحبا بكم في هذه المحاضرة التي يعقدها قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين، والتي جاءت لتسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع الإفتاء في العراق. واختارت المحاضرة مؤسسة الإفتاء في البصرة، حيث جاءت بعنوان مؤسسة الإفتاء في البصرة، تاريخها وأعلامها وأسباب توقفها. يقدمها الدكتور إبراهيم الحسان، عضو الأمانة العامة في هيئة علماء المسلمين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه من دواعي سرورنا أن أتاحت الهيئة لنا هذه المحاضرة والكلام عن موضوع مهم، وهو مؤسسة الإفتاء في البصرة. وهذا يدل على اهتمام الهيئة والقائمين عليها بهذا الأمر، وتسليط الضوء على الجوانب العلمية التي تكاد تندثر تحت توالي الأحداث وتكرار النكبات التي تتعرض لها الأمة ويتعرض لها البلد العزيز. وكما أني لا أنسى ذلك الاهتمام الكبير في قسم الفتوى لإبراز الجوانب المهمة في تاريخ الإفتاء والبحث عن الحلقات المفقودة في هذا التخصص، والوصول إلى إيصال واتصال السلسلة العلمية في العراق ودورها في حياة الأمة. إخواني الكرام، إن موضوع الإفتاء ومؤسسة الإفتاء في العراق عموما وفي البصرة خصوصا تحتاج إلى دراسة تاريخية عميقة ودقيقة من حيث مراحل التأسيس، وصلتها من حيث الأعلام الذين تولوا منصب الإفتاء في المرحلة العثمانية وما بعدها إلى نهاية هذا المنصب رسميا، وما آل إليه واقع الإفتاء في العراق. إخواني الكرام، أريد أن أمر مرورا سريعا قبل الدخول في موضوع مؤسسة الإفتاء في البصرة، وأسلط الضوء على أحداث تاريخية مهمة لها صلة بموضوعنا، وأذكر بعض الأحداث التاريخية المهمة التي لها الأثر الكبير في حياة هذه المدينة. كما تعلمون أن البصرة تأسست في زمن الخليفة الفاروق سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فبناها القائد عتبة بن غزوان بأمر من الخليفة رضي الله تعالى عنه، واستمر الأمر حتى بلغ الازدهار في البصرة في العصر العباسي، حيث المدارس، وكلكم
مطلع على ذلك، المدارس والمجالس والعلماء والمساجد والتجارة والصناعة والعلوم المختلفة في كل المجالات الدينية والإنسانية في كل جوانب العلوم وفي كل أنواع التخصصات. تعرضت هذه المدينة لعدة نكبات وكوارث وثورات، ومن الأمور التي أو من النكبات التي تعرضت لها هذه المدينة هي ما تسمى بثورة الزنج سنة 257 هجرية، التي أضرت بالمدينة ضررا بالغا، وحرقت المساجد والمكتبات وقتل العلماء، وبعد ذلك تلاها هجوم القرامطة سنة 311 هجرية، فقاموا بنهب المدينة والفتك بأهلها ظلما وعدوانا. ثم جاء المغول سنة 656 فقاموا بإحراق كل ما له صلة بتاريخ هذه المدينة، ولم يقفوا عند هذا فقط، وإنما دمروا حتى المباني، فكانت أعظم كارثة تحل بالمدينة. ثم جاء العهد العثماني سنة 941 هجرية، وكانت البصرة آنذاك تحت يد أو تحت حكم مغامس بن مانع السعدون، وهذه موثقة وأحداث تاريخية مهمة في هذه المدينة. وكذلك من النكبات أن الفرس يكررون الاحتلال لهذه المدينة منذ ذلك الزمن، حتى أن التاريخ ذكر لنا أن الفرس أغاروا على هذه المدينة مرات وسيطروا على البصرة. ومن أشهر هذه المعارك أو هذه الهجمات كانت بقيادة صادق خان، فهدم المساجد وحرق المدارس وقطع الغذاء عن أهلها، حتى ذكر لنا التاريخ أن أهلها أكلوا الحيوانات لشدة الحصار ولما حل بهم من دمار. في هذا الوقت طبعا هبت العشائر بقيادة ثامر السعدون والشيخ ثويني آل عبد الله السعدون، فوقعت معارك دامية أدت إلى انهزام الفرس، وكانت الخسارة كما يذكر التاريخ آنذاك 10,000 قتيل من الفرس. ولما وصلت الأخبار بخسارة المحتلين إلى كريم خان، أرسل جيشا كبيرا بقيادة محمد علي خان لإعادة البصرة إلى سيطرته. وهذه الأحداث لها صلة بموضوع الإفتاء. اجتمعت القبائل والأسر والعلماء، وهنا كان الدور الأساسي لعلماء الأمة، فحدثت معركة كبيرة ودامية في المكان المسمى أبو حلانة سنة 1192، أسفرت عن انتصار العشائر ومن معها كذلك من الجيش العثماني، حتى قتل ثلثي الجيش الغازي، وحتى أن قائدهم محمد علي خان قتل في تلك المعركة. نأتي الآن إلى تاريخ هذه المؤسسة، مؤسسة الإفتاء في البصرة. في عهد الدولة العثمانية كان يتم كما هو معلوم تعيين المفتي في مركز الولاية،
وبعض المدن الكبيرة، وكان مفتي بغداد يعين بموجب فرمان سلطاني بترشيح من دائرة شيخ الإسلام في العاصمة اسطنبول. فكان مفتي بغداد يعد من أركان الولاية، وبعد ذلك توسعت دائرة الفتوى فأصبحوا يعينون موظفين للفتيا، حيث لم يكن هناك قوانين. هذه نقاط مهمة، لم يكن هناك قوانين تنظم هذه العملية بالتفصيل، وإنما كانت مشيخة الإسلام تحدد من يتولى منصب الإفتاء، ويقوم المفتي باختيار النائب له ليقوم مقامه إذا غاب. استمر هذا الواقع حتى بعد إعادة منصب الإفتاء في العهد الملكي، استمر هذا الأمر إلى العهد الملكي في العشرينيات أو في عشرينيات القرن الماضي. ثم نأتي إلى كيفية اختيار المفتي. لم تكن هناك ضوابط محددة يجتمع عليها أهل العلم وكبار العلماء لاختيار العالم الذي يكون مؤهلا، وإنما كانت هناك سياقات غير مكتوبة، وكان المفتي، وهذا مثل للعاصمة أو المكان الرئيس، وإنما كان المفتي يجلس في جامع القبلانية الذي يضم ضريحي عالمين معروفين، هما الشيخ القدوري الحنفي والإمام محمد الوتري، وآخر كما يعني ورد، وآخر من جلس للفتوى والتدريس هو الشيخ قاسم القيسي رحمه الله. هذا في بغداد. ولم يكن منصب الإفتاء في جامع القبلانية على شكل مؤسسة وبشكل إداري ويكون له وجود هرمي، وإنما كان المفتي يجلس ويأتي الناس أو يصدر الفتوى من ذلك المكان. بعد ذلك أصبحت مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله مكانا لجلوس المفتي في العراق. وفي القرن الرابع عشر الهجري، نرجع إلى ذلك الزمن، وفي القرن الرابع عشر الهجري أصبح منصب الإفتاء في أواخر الدولة العثمانية وبداية الاحتلال البريطاني لم يكن يحظى بأي اهتمام يليق بمكانته الشرعية والأهمية في الدولة، أو ظهور هذا الأمر كمؤسسة ذات فعالية أو فاعلية. وقد استمر التهميش كذلك في العهد الملكي وكذلك في العهد الجمهوري، حيث لم يمنح هذا المنصب فرصة للبناء المؤسسي فضلا عن الاستقلالية، خشية أن يكون عامل قلق وزعزعة السلطان أو للسلطات، زعزعة للسلطات. وهكذا حال البصرة، فالحالة العامة في العراق كانت تلقي بواقعها الصعب على عموم المحافظات. فأول من تسلم منصب الإفتاء في البصرة بحسب أغلب الروايات المعتمدة، وهذا في العهد العثماني، هو الشيخ محمد أمين الكواز، على اختلاف سنة الوفاة. ذكر أهل التاريخ أنه توفي سنة 953 هجرية، حيث اجتمع العلماء آنذاك في اختياره كمفتي للبصرة، ولكونه لم يبقى كثيرا في هذا المنصب، وإنما انتقل إلى جوار ربه رحمه الله تعالى، حيث لم تصل إلينا أو لم نستطع الوصول إلى ترجمة كاملة لهذا الشيخ. طبعا المعروف عن هذا الشيخ هو صاحب المدرسة
الكوازية، وهو من كبار العلماء، وكانت هذه المدرسة تدرس العلوم الشرعية، وكان مركزها في وسط المدينة، وكان طلبة العلم والناس يذهبون إلى هذه المدرسة ليس فقط للتدريس والدراسة، وإنما لأخذ الفتوى من ذلك الشيخ. هذا الشيخ له أثر في استنهاض العشائر أو القبائل في الوقوف أمام الهجمات على المدينة التي كانت تأتي من إيران التي ذكرناها قبل قليل، فكان له دور بارز في هذا الأمر. ويذكر أن له مخطوطات في المكتبة العباسية وهي مكتبة آل باشعيان، وله دور بارز جدا في هذه المعارك التي ذكرناها، وهو من أفتى بالوجوب وبوجوب الدفاع أو الجهاد والتصدي لهذه الهجمات على البصرة. نأتي إلى أعلام مؤسسة البصرة في الإفتاء، أو مؤسسة الإفتاء بالبصرة. يذكر لنا التاريخ أن من هؤلاء الأعلام هو السيد الشيخ إبراهيم ابن السيد بدر الدين ابن السيد مبارك ابن السيد صالح ابن السيد ابن السيد رجب الرفاعي، وهذا من من تصدر الإفتاء في البصرة في القرن الثاني عشر، في نهاية القرن الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر، وولي نقابة الأشراف في البصرة، ثم عين مفتيا بعد أن كان نقيبا للأشراف، عين مفتيا بتعيين رسمي، عين مفتيا وبقي في منصبه منصب الإفتاء حتى مات. ثم جاء بعده قاضي البصرة الرحبي عبد الحميد بن عبد الله بن محمود الرحبي البغدادي الحنفي، تولى قضاء البصرة، تولى القضاء في البداية بعد والده سنة 1240، وله تصانيف كثيرة، ثم تولى منصب الإفتاء في البصرة، ومن تصانيفه نظم تنوير الأبصار في الفروع. ثم جاء من بعده الشيخ أحمد بن عبد الحميد الشاوي الحميري، ومن ثم جاء من بعده الشيخ عبد الوهاب عبد الفتاح الذي أطلق عليه مفتي البصرة. عندما نرجع إلى التاريخ يطلق عليه بمفتي البصرة. ثم جاء من بعده الشيخ عبد المحسن بن علي الأشيقري 1187، ثم جاء من بعده الشيخ العلامة عبد الله الكردي البيتوشي، توفي سنة 1211، وهو الشيخ عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الكردي الشافعي البيتوشي، ولد 1140 هجرية، دفن في البصرة في مقبرة الحسن البصري، درس على يد العلامة صبغة الله الحيدري، ودرس على يد العلامة الغزائي أو الغزائي، تلامذته الشيخ أحمد العمري الموصلي، ومن تلامذته الشيخ ابن سند الشيخ عثمان بن سند، والشيخ ابن سحيم، وهو من أهل الإفتاء في الإحساء، والشيخ النودهي، والشيخ النودهي معروف من كبار علماء كردستان، وله تصانيف ومؤلفات كبيرة، وهذا هؤلاء كلهم من تلامذة الشيخ العلامة البيتوشي. أنا أقف عند بعض العلماء من كانوا في منصب الإفتاء الذين برزوا ولهم نشاط وأثر في حياة الناس وفي الفتوى، وله
كما قلنا الشيخ النودهي هذا رجل من العلماء معروف له مؤلفات كثيرة جدا. نهاية منصب الإفتاء في البصرة، سبب انتهاء منصب الإفتاء في البصرة في العراق عموما وفي البصرة خصوصا هو نهاية الدولة العثمانية كما يذكر أهل البحث، لأنه مستحدث منهم مرتبط بمشيخة الإسلام، فلما انتهت مشيخة الإسلام انتهى منصب الإفتاء كمؤسسة، وبقي الأمر بالاتفاق والجلوس للإفتاء واختيار العلماء لذلك وقبول الناس في ذلك. وهكذا الحال في البصرة، وكان آخر من في هذا المنصب هو الشيخ، وسنقف عنده قليلا، وهو الشيخ عثمان بن سند رحمه الله، وسنأتي على التفصيل في حياته. أما بعد ذلك فقد كان الناس يتوجهون لأبرز علمائها لأخذ الفتوى، ويكون ذلك مفتيا غير رسمي وإنما متعارف عليه بين الناس، وممن عرف بذلك من العلماء كما ذكرنا الشيخ يعني الشنقيطي، عفوا ما ذكرنا وإنما نذكره الآن، الشيخ الإمام محمد أمين الشنقيطي، والشيخ مصطفى المفتي، الشيخ مصطفى إبراهيم المفتي، وأطلق عليه وهو من عائلة من آل طه من البصرة، وإنما أطلق عليه المفتي لأنه تولى الإفتاء. والشيخ علي الحمداني، علي البدران الحمداني، والشيخ عبد الوهاب الفضلي، وآخر هؤلاء العلماء توفي في سنة 2000 ميلادي هو الشيخ عبد المعطي سعد عمر الخويطر، ولد سنة 1907 وتوفي سنة 2000. هؤلاء أبرز من شغل منصب الإفتاء. نأتي إلى التعريف بآخر المنصب الرسمي، وهو الشيخ عثمان بن سند النجدي البصري المالكي، وهذا من كبار العلماء، من العلماء القلائل الذين يعني أنا أتوقف عند هذا الرجل، لأنه كما قلنا بحسب أغلب الروايات أنه آخر من تولى منصب الإفتاء رسميا، فنقف عنده لنتعرف على علم هذا الرجل، وأنه الشهرة التي نالها آنذاك لم تعرف عند الكثير الآن من الناس، فهو من العلماء القلائل الذين لا تتناسب شهرتهم الحالية مع مكانتهم وآثارهم العلمية المرموقة. ولعل هناك العديد من الاعتبارات والظروف الخاصة والعامة ساعدت على غمط هذا العالم الكبير، هو العالم الجليل العلامة بدر الدين عثمان بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن سند، يرجع نسبه إلى قبيلة أعنزة، ولد عام 1180 هجرية، طلب العلم منذ صغره على علماء الإحساء، فأخذ عن الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز الإحسائي، وهذا من كبار علماء الإحساء الذين درسوا في تلك المناطق تلك المدن، وأخذ عن سيبويه عصره البيتوشي، كان يلقب البيتوشي من ألقابه سيبويه عصره الكردي، لأن البيتوشي درس في الإحساء وهو من السليمانية، درس في الإحساء وكان له الأثر الكبير في تدريس العلوم الشرعية في تلك المدن. أخذ عن سيبويه عصره البيتوشي، وأخذ من الشيخ عبد الله بن عثمان بن جامع والشيخ بن سحيم، وأخذ
عن عالم البصرة الشيخ محمد بن سلوم والشيخ إبراهيم بن جديد والشيخ عبد الله بن شارخ، وأخذ عن العالمين المشهورين علي بن محمد السويدي والشيخ زين العابدين الملقب بجمل الليل ويعرفه من له اختصاص بالحديث المحدث المشهور، ودرس عند علماء مكة، وأخذ من الشيخ ابن سميكة والشيخ أحمد الحافظ والشيخ علي بن كثير ومن الشيخ أبي الحسن السندي والشيخ عبد القادر بن عبيد الله بن صبغة الله الحيدري، وأخذ عن الشيخ محمد أمين، وأخذ عن الشيخ محمد أحمد الإحسائي، وأخذ عن الشيخ أحمد الحاني قاضي بغداد، وأخذ عن الشيخ خالد المسمى بالشيخ مولانا خالد النقشبندي. وفي عام 1241 هجرية أرسل داود باشا إلى ابن سند يطلب منه القدوم إلى بغداد، فألف كتابه المشهور مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود. مكانته العلمية: تصف المراجع العلمية الشيخ ابن سند بأنه الإمام العلامة وعلامة زمانه وفريد دهره. اشترك مع البيتوشي في تأليف شرح الشافية لابن الحاجب في علم الصرف، وحين ذكره الشرواني في حديقة الأفراح قال: إنه طرفة الراغب وبغية المستفيد الطالب وجامع سور البيان ومفسر أبيانها بألطف تبيان ومفسر أبياتها آياتها بألطف تبيان، أفضل من أعرب عن فنون لسان العرب، وهو إذا نظم أعجب وإذا نثر أطرب. قال الشيخ رحمه الله محمود شكري الآلوسي إن هذا الفاضل يصف ابن سند، وهذا كلام للآلوسي محمود شكري الآلوسي، إن هذا الفاضل ممن شاع ذكره وملأ الأسماع مدحه وشكره، وله اليد الطولى في العلوم. وقال النبهاني: هو آخر فضلاء البصريين ويعد خاتمة النحاة البصريين المحققين المصنفين. يقول هو عن نفسه وعن النحو: وكيف ضاع النحو، قد كانت البصرة الفيحاء من قدم مجرى لأبحر نحو تقذف الدررا، فأصبحت وهي صفراء الوشاح فما بها نحاة سوى نزر وهم فقراء. إن الشيخ عثمان بن سند هو من كبار العلماء ونوابغ البلغاء وفحول الشعراء، وهو موسوعة علمية في كل باب من أبواب العلم، فهو عالم عصره وعلامة مصره. من أبرز تلامذته، له تلاميذ كثير، ومن أبرزهم الشيخ عبد اللطيف بن سلوم والشيخ عبد الوهاب الحميدان وأحمد بن عقيل والشيخ أحمد نور أفندي الأنصاري والشيخ عبد الرزاق بن سلوم والشيخ محمد بن تريك والشيخ محمد أمين المدني أو المديني. مؤلفات هذا الشيخ وكتب هذا الشيخ كثيرة لا تعد ولا تحصى، كثيرة كثيرة، وقد اخترت منها بهجة النظر، بهجة النظر في نظم نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر، شرح نخبة الفكر أو الفكر، منظومة هادي السعيد، حاشية على مختصر المنتهى، تحفة التحقيق لمعرفة الصديق أو الصديق مخطوطة في المكتبة العباسية، الشذرات الفاخرة في نظم الورقات الناظرة، الفائض في علم الفرائض، نظم قواعد الإعراب لابن هشام، نظم الأزهرية في النحو، نظم مغني اللبيب، 5000 بيت يقول الآلوسي أتى فيها بالعجب. 5000 بيت ينظم مغني اللبيب فيقول الآلوسي أتى فيها بالعجب، في الأدب، في الحساب، في الفلك، في الفقه، في النحو، في التفسير، في الأصول، في الردود، في الصرف، في البلاغة، في العروض، في كل الفنون. يا له من عالم عجيب. في التاريخ، في المعاجم، في السيرة، من أعماله رحمه الله درس في المدارس، درس في الرحمانية والمغامسية والكوازية والمحمودية والخليلية، هذه من المدارس المشهورة كانت في البصرة. كانت له مراسلات بينه وبين عالم دمشق العلامة
غنام النجدي توفي رحمه الله 1242 هجرية، ودفن في مقبرة السيد معروف الكرخي في بغداد، كان ذاهب إلى بغداد وتوفي هناك. من طبعا كان له من الأولاد ولكن توفي في الطاعون الذي أصاب البصرة أنذاك، وله إخوان، الشيخ عبد الرحمن بن سند العالم المعروف هذا أخوه، ومحمد بن عبد الرحمن بن سند، محمد بن سند وهو كذلك من العلماء المعروفين ابن أخيه، وعبد الله بن سند وعلي بن سند محدث وعالم، ومحدث وعالم الجامع الأموي في دمشق، هذا علي بن سند. كذلك أريد أن أقف سريعا في دقيقة ممن اشتهر من أهل الفتوى في البصرة، واخترته لأنه كان له موقف في الاحتلال البريطاني، وهو الشيخ محمد أمين الشنقيطي، وهو من شنقيط حسني النسب، ولد في شنقيط، وهو محمد أمين بن عبدي الملقب بفأل الخير بن حبيب الله الحسني الشنقيطي، طلب العلم في مكة ومصر وطاف البلاد الإسلامية، ثم وصل إلى البصرة في أول دخول الاحتلال الإنجليزي من تلامذته العلامة المعروف عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن السعدي، هذا من تلامذته، والشيخ محمد العسافي والشيخ المجموعي والشيخ محمد الرابح وعبد العزيز الرشيد والشيخ نور الدين الشرواني والشيخ محمد خليفة النبهان، وهو عالم وداعية، الشيخ الشنقيطي عالم وداعية ومربي، أسس مدرسة كبيرة ومهمة في البصرة وهي مدرسة النجاة الأهلية، له دور في الاحتلال عند الاحتلال الإنجليزي البريطاني للعراق، وقد حصلت بينه وبين بعض حكام المنطقة خلافات حول هذا الأمر، مما اضطره أن يأتي أو أن يخرج إلى العراق إلى البصرة، فاجتمع بعلمائها وأعيانها فأصدر الفتوى بوجوب مقاتلة المحتل، فأخذ يستنهض الهمم في الدفاع عن البلاد، وقد شارك وهو العالم الجليل الكبير العالم المعروف محمد أمين الشنقيطي، شارك في المعارك التي حدثت بين عندما دخل الاحتلال، وهي معركة الشعيبة ومعركة كوت الزين ومعركة الساحل، وأصبح مطلوبا آنذاك لدى الإنجليز، فهاجر إلى بغداد وبقي في بغداد، ثم رجع إلى البصرة، ثم توفي في البصرة. هذا الأمر الذي أو العلماء الذين ذكرناهم لهم صفحات مشرقة في توعية الناس وإصدار الفتوى في الاحتلال أو ضد الاحتلال الذي تعرض له البلد. هذا ما أردت أن أقوله في هذا الأمر، وإن كان هذا الأمر واسع جدا لأني لا أستطيع أن أحصي جميع من تصدر للفتوى فهم كثر، وإنما اخترت الأبرز في ذلك ومن كان له دور في الوقوف أمام الاحتلال الذي تعرض له البلد العزيز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهذه الأمة مجدها، وأن يعيد لها عزها، وأن يجعلنا ممن يحذون حذو هؤلاء ويسيرون على خطاهم في الدعوة إلى الله وتدريس العلم وحب هذا الدين وحب البلد والدفاع عن بلادنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للدكتور إبراهيم الحسان على هذه المحاضرة القيمة، والآن نفتح باب المداخلات لمن أحب. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الإخوة في قسم الفتوى على هذه البادرة وهذه المحاضرة القيمة،
وهي مهمة جدا في إبراز جانب مهم من جوانب تاريخ العراق الحديث المعاصر، فضلا عن كشفها لجانب الإفتاء أو مؤسسة الإفتاء في البصرة. الموضوع شيق وفيه معلومات كثيرة وفيه آلام كثيرة أيضا، لأن عددا كبيرا من العلماء الذين ذكرهم الشيخ إبراهيم إلى الآن مؤلفاتهم لم تطبع، كثير من مؤلفاتهم لم تطبع. على سبيل المثال الشيخ الفضلي، الشيخ الكواز، الشيخ بن سمت، فضلا عن آخرين. طبعت بعض الكتب عن حياة مثلا الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وهو كتاب الأستاذ عبد اللطيف الدليشي، كتاب جيد، ولكن إلى الآن لم تبحث جميع جوانب حياة الشيخ الشنقيطي وأثره في الجانب الدعوي والتربوي والعلمي والجهادي. مثال ذلك ما ذكره الشيخ من أثره المهم في معارك التصدي للاحتلال البريطاني في البصرة، هو وأقرانه من علماء تلك المرحلة، وهذه موضوعات حرية بالدرس والبحث. ابن سند رحمه الله حظي بالشهرة من جانب ولم يحظى بها من جانب كما ذكر الشيخ. مكانته العلمية أكبر بكثير مما حظي به في المجال العلمي، ولكن شهرته في علم التاريخ أكبر. لذلك أحد المصادر المهمة في تاريخ العراق الحديث والمعاصر مطالع السعود، معروف جدا، بل كثيرا من الناس يظنون أن ابن سند كان مؤرخا ونسابة فقط، وهو على خلاف ذلك. كتبه الأخرى لم ترى النور، وكما لاحظتم في جميع العلوم من جانب معين يظهر من هناك اهتمام خاص بعلم الحديث وبعلم أصول الفقه فضلا عن العلوم الأخرى. وعندما نؤرخ للعلوم الشرعية في العراق نجد أن هناك ضعفا في هذين المجالين. أحد الأسباب هو ضعف الحالة العلمية بشكل عام، لكن السبب الآخر هو عدم الكشف عن هذه الكنوز وإظهارها للناس. منصب الإفتاء الرسمي كما ذكر الدكتور إبراهيم في بحثه كان في زمن الدولة العثمانية، وتوقف بعد احتلال البريطانيين للعراق، واستمر هذا التوقف إلى أواسط العشرينات. في وقتها عرض الشيخ عطا الخطيب رحمه الله على الملك فيصل الأول في ذلك الوقت إعادة منصب الإفتاء، فوافق الملك فيصل على ذلك، وسمي الشيخ عطا الخطيب مفتيا للعراق، وجلس في جامع القبلانية، وحضر الناس، حضر الملك، وأقيم احتفال كبير بهذه المناسبة. ثم أصبح متعارفا بعد ذلك أن مكان الإفتاء أو مؤسسة الإفتاء أو دائرة الإفتاء هي في هذا الجامع، لمكانتنا نظن عالمين أو قبري عالمين كبيرين من علماء الحنفية. استمر الشيخ عطا في منصبه ثم توفي بعد ذلك، وتولى المنصب بعده شخص عالم أو عالمان، وأخيرا كان آخر مفتي ليس للعراق وإنما لبغداد، والشيخ قاسم القيس. يعني مؤسسة أيضا لم تستمر بعد الشيخ عطا الخطيب إلا سنوات قليلة. الشيخ قاسم القيسي كان رسميا يسمى مفتي بغداد المحروسة، توفي سنة 1955، فتوقف منصب الإفتاء بشكل رسمي. حين ذاك بدأ موضوع التعارف والجلوس والشهرة وقبول العلماء وتلقي الناس كما ذكر الشيخ إبراهيم، فبدأ الناس يسمون الشيخ أمجد الزهاوي مفتي الديار العراقية، وأصبح الجلوس في جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني دلالة على أن العالم الأكبر أو المدرس الأبرز في هذا الجامع هو مفتي العراق. وبعد وفاته سمي الشيخ عبد القادر الخطيب، أو عد الشيخ عبد القادر الخطيب مفتيا للديار العراقية، ثم بعده الشيخ نجم الدين الواعظ رحمه الله، ثم بعده الشيخ عبد الكريم المدرس، إلى أن توفي سنة 2005 فتوقف الأمر نهائيا. ثم بعد ذلك جاء الشيخ الدبان رحمه الله، جمال الدبان، وأحيا هذا الموضوع مرة ثانية، وسمي أيضا بمفتي الديار العراقية. فإذا من 55 إلى 2005 ثم ما بعد ذلك وإلى الآن لا يوجد منصب إفتاء رسمي في العراق، وإنما هو تعارف أهل العلم أو تعارف بعض أهل العلم أو الشهرة والتلقي من الناس. فهذا هو الفرق أو بيان الإشكال في هذا الموضوع. ثم ذكر الشيخ إبراهيم الإفتاء شيء والقضاء شيء، وقد يجتمع الإفتاء والقضاء في شخص واحد، وهذا في القديم. أما في الزمن الحديث والمعاصر وفي أواخر عهد الدولة العثمانية بدأ الفصل بين هذه السلطات أو بين هذه المناصب، فلكل وظيفته، ولا يستطيع أن يقوم بالوظيفة الأخرى.
فقد يكون قاضيا مع قدرته على الإفتاء وامتلاكه لهذه القابلية، وقد يكون مفتيا مرة وقاضيا مرة، ولكن لما أصبح القاضي القضاء مؤسسة ولها رسوم خاصة، فالقاضي يفرق عن المفتي في أنه يجلس للفصل في قضايا الناس، في الفصل في المنازعات وتنفيذ هذه نتائج هذا الفصل، وهي ما يعرف عليه في كتب أحكام القضاء وأدب القضاء بالقضاء ورسوم أو تنفيذ أحكام القاضي. فوظيفته تختلف تماما، ولذلك هذه الوظيفة ملزمة، أي الأحكام التي يصدرها القاضي ملزمة للمتقاضين عنده بخلاف المفتي، فهي ليست ملزمة إلا من باب التدين، يعني بين الشخص وبين المفتي وبين الشخص وبين ربه، ففرق بين هذه المؤسسة وهذه المؤسسة. أما إذا جينا إلى تاريخ مؤسسة القضاء الشرعي في العراق، فهي أيضا كانت منذ زمن الدولة العثمانية، وحظها كان أفضل من حظ مؤسسة الإفتاء، لأنها توقفت قليلا في زمن الاحتلال ثم عادت بعد ذلك نشطة جدا، وكان القضاة الشرعيون في كل مدن العراق الكبيرة وحتى الصغيرة منها. وذكرت حضرتك سيرة الشيخ أحمد الرابي رحمه الله في مذكراته، يذكر المدن التي عمل فيها في جنوب ووسط العراق، وهي كثيرة جدا. نفاجأ بأن مدينة صغيرة جدا في أقصى جنوب العراق وفي أقصى شرق العراق فيها قاضي شرعي وقاضي مدني، وكان القاضي الشرعي أحيانا ينوب عن القاضي المدني إذا غاب، لأن القاضي الشرعي لديه القدرة على الفصل في بعض القضايا ولديه معلومات عامة عن القضاء، بخلاف القاضي المدني الذي ليست لديه معلومات شرعية. وقد ناب الشيخ أحمد الراوي في إحدى المدن عن القاضي عندما تأخر تعيينه في تلك المرحلة. أما موضوع أن القضاء الشرعي انتهى في العراق بسبب تأسيس كلية الحقوق، لا، ليس الأمر كذلك، لأن مدرسة الحقوق في الأستانة في الدولة العثمانية كانت تخرج كثيرا من المحامين، بل هذه المدرسة أسست الجيل الأول من المحامين فضلا عن جامعة آل البيت التي استمرت 6 سنوات فقط، فقد كان هناك محامون وقضاة مدنيون ومحامون وقضاة شرعيون، وهذه المؤسسة تعمل وهذه المؤسسة تعمل. ثم أسست كلية الحقوق فتطور الأمر وخرجت أجيال كبيرة، إذن توسع الأمر فقط. لكن المشكلة أنه للأسف في العهد الملكي الأول كانت هناك مجموعة من السياسيين والقانونيين وضباط الجيش كانوا يحملون أفكارا للأسف غير إيجابية تجاه المؤسسات الشرعية، فعملوا على إضعاف منصب الإفتاء وألغوا القضاء الشرعي بشكل رسمي، ثم بعد ذلك توجهوا إلى موضوع الأوقاف. كان هناك توجه غير إيجابي تجاه هذه المؤسسات، وإلى الآن العراق يعاني من الضعف في هذا المجال، لأن هذه المؤسسات أجهضت. أضرب مثل أختم به، هنا في الأردن هناك مفتي وهناك قاضي قضاة وهناك قضاء مدني وهناك قاضي شرعي، ولكل مجاله ولكل سياقه، وهذا ما هو معمول به في أغلب الدول العربية والإسلامية، إلا في بعض الدول التي اتجهت اتجاها معينا في 50s, 60s, 70s فأضعفت أو أجهزت للأسف على هذه المؤسسات. مبارك الله فيك. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكركم على المشاركة والتفاعل، ونشكر الدكتور إبراهيم على هذا التوضيح عن مؤسسة الإفتاء في البصرة، وفي لقاءات قادمة نلتقي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.